السلام عليكم اخواني اخواتي، الله يعطيكم العافية. معاكم اخوكم بضاري. اليوم نتكلم شنو الفرق بين البكتيريا وبين الفيروس. زين، ليش انت لازم تعرف؟ لازم تعرف لان وايد من الناس دير بالك كورونا كذب او اللقاح يخرب جيناتك خليك ذيب تعوعي بالليل. وايد نسمع سوالف. اوكي، انت شو تقول؟ كورونا ما في او مو زين او اللي يكون؟ تعال 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 بكلمك. شو تعال؟ هلا والله. شنو فايروس يعني؟ ها؟ فايروس يعني فيروز. فيروز قصدك خاتم ولا فيروز اللي تغني؟ اوه شيء صغير ما يدري الله وين قاطه، ما يعرف شنو فايروس، شنو هو، شنو متكون، شنو يسوي، ما يعرف. زي شنو بكتيريا؟ بكتيريا شيء وسخ يعني. ما يعرف ولا شيء ويقوم يعاند الكل لحد ياخذ الاخ. يلا ركزوا معي، راح يكون عندكم كذي معلومات ولكن الطرح جدا بسيط. هذا فايروس، هذا شكله دائري في سبايك. هذه راح اسولف عن كل شيء، كل التفاصيل. هذا الفايروس كهو شي دور في شي شي شي. هذه بكتيريا شي شكلها، اكتب بكتيريا بجوجل راح يطلع لك شي 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 كنا حبة عيشة وعندها شي ريول. حلو، من اللي أكبر، الفيروس ولا البكتيريا؟ البكتيريا كبيرة، أما الفيروس بالنانو، هذه بالمايكرو، يعني هذه إكس لارج، هذه إكس سمول. واضح؟ واضح. إنزين، شنو إمكانية البكتيريا؟ يعني شنو قوتها وشنو قوة الفيروس؟ يلا خلنا نقول لكم، خلنا نتكلم عن إمكانية الفيروس. تعال شنو قوته هذا؟ تعال، الفيروس إذا كان خارج الخلية ما منه أي فايدة، كذي ميت طايح. ولكن إذا دش الخلية ماله بجسمنا، هنا يشوف نفسه ويطلع إمكانياته، يلا يلا خلنا نتحرك، يلا يلا إحنا بالخلية، إحنا بالخلية، يأخذ أغراض، ما يستفيد من الخلايا بيوت الطاقة مالتنا. ولكن برا الخلية طيط، ما منه أي فايدة. شنو مواصفاته؟ عنده إنزيمات وقلاف، ولما يدش داخل الخلية هنا عادي يشوف نفسه. ولكن نفس ما قلنا برا الخلية طوط فنكوش. عندنا البكتيريا بداخل الخلية وبرا الخلية، هذا بس داخل، لا هذا يعيش بالاثنين. شنو إمكانياته؟ هذا إمكانياته خير، عنده بيوت طاقة، ما يحتاج يعيش داخل خليتنا، يتمشى على راحته. عرفتوا شو الفرق الحين؟ هذه أول معلومة حلوة عندك. عرفت هذه شنو؟ هذه شنو؟ وندش بعد، اسمع وسمعي المعلومة رقم اثنين. والله من قدكم ما حد عنده المعلومات. الحين شخص يبي يعرفون شنو نوع البكتيريا اللي عنده وشنو نوع الفيروس اللي عنده. حلو حلو. إذا حطوا من دم الشخص أو من لعابة اللي يكون بكتيريا وشافوها بالمجهر، تطلع بسرعة ويصيدونها ويعطونها أنتي بايوتيك وخلاص خلصنا. ليش؟ لأن تتفاعل، عقلنا عندها مكينة بيوت طاقة وتفرز بروتينات كل شيء ما تحتاج. ولكن الفيروس صعب إنه يشكونه، لازم يقعد داخل خلية عشان يتفاعل عشان يعرفون نوع الفيروس. الطب شنو عنده؟ عنده خلايا من كلاوي المنكي، كلاوي الخرود، يحطونها ويحقنون الفيروس هذا ويطلعونه. اوه تفاعل تفاعل تفاعل، هني قاعد يفرخ الفيروس ويصيدونه، وعرفنا شنو نوع الفيروس. غير كذي ما يقدرون. طبعا احدث طريقة اللي هو كلاوي البقر في اشياء ثانية. اوكي، الحين راح نبتدي بالجد. هذا شنو بكتيريا؟ ما نبيها. نبي نسولف عن الفيروس وعن كورونا. تعال شنو كورونا؟ تعال معي كره، خل اقول لك، انتبه معي. كورونا شنو داخلها؟ ار ان اي. ممتاز، نعيد. شنو كورونا؟ شنو داخلها؟ ار ان اي مدوره، وفيها قلاف بروتيني عشان يحميها، وفيها سبايك. يعني شنو؟ يعني هذول نفس الشوك. شنو الشوك هذا؟ هذا الشوك بروتين، هذا الشوك هو اللي يلصق بالرئة مالتنا، هو اللي يلصق. من غير هذا السبايك، هذا الشوك ما منه اي فايدة. انزين شنو داخل الار ان اي؟ داخل فيه جينات وايد. اوكي، واحد من الجينات مسؤول عن السبايك هذا. اوكي، عيد الفيديو اسمح. اوكي يلا تبوا معي، يبي تيجي داخلنا كورونا. اوكي، شوف واحد هناك عطس، قلي 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 قلي
السبايك يلصق بالصدر. بعدين السبايك بسهل لكم يسوي اتصال حق منه؟ حق الار ان اي، حق منه داخل فيه جينات. قالوا السلام عليكم، ترى لصقنا والله، صدق والله. فعل الجينات اللي داخل شو تسوي؟ هي اللي تتحكم بالفايروس نفسه. شنو تقول له؟ تقول له انتشروا قلي 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 قلي. وبعدين الجهاز المناعي، والله يا جماعة شنو داخل جسمنا؟ يبتدي تتعب وترتفع حرارتك، وهذا إذا مناعتك مو مضبوطة. يعني الله يعينك، عرفت شلون الآلية؟ إنزين الحين بسولف اللقاح شنو يسوي بالضبط. يلا مشينا، ركزوا معاي هني. الحين بتكلم عن مثلا لقاح فايزر، أوكي؟ شنو يسوي إذا دش داخل الجسم؟ وشنو هو بالضبط؟ ليش أنا بقول لك هالمعلومات؟ أول شيء يكون عندك ثقافة علمية، رقم واحد. رقم اثنين، ما تنجرف حق أي شخص. مثلا شخص يقول لك الفيروسات كذي، أول سؤال تسأله شنو الفيروس؟ ثاني معلمك، الحين عندك معلومات. شفت خربوطة ما يدري الله وين قاطة، خلاص تركع عنك، خلاص اسمع وقعد استمتع ومش. خلاص أسولف لكم لقاح فايزر شنو هو وشنو يسوي. ركز معي، لقاح فايزر، الحين هذا لقاح فايزر، لقاح فايزر شنو فيه؟ بالحقنة نفسها فيها mRNA. يعني شنو بضاري؟ راح أقول لك، ما راح أخليك. mRNA فيها ماسنجر، فيها رسالة. ممكن نبطل الرسالة اللي داخل هذا اللقاح، شنو فيها؟ راح أقول لك ونبطل الرسالة ونص. شنو بيدي؟ الرسالة، مو قلنا mRNA الماسنجر اللي باللقاح، الرسالة. خلنا نقرأ شنو الرسالة اللي حاطينها داخل اللقاح. شنو داخل الرسالة؟ داخلها بروتين سبايك. شنو؟ الحين احنا مو قلنا هذا كورونا في ار ان اي، حلو، المادة الوراثية. الرسالة اللي بفايزر باللقاح بس ماخذين البروتين مال السبايك، بس البروتين ماخذينه، مو الدي ان اي يدش داخل الجسم، لا ماخذين البروتين فقط. زين شخص يقول ايش ضمن اللي انا البروتين؟ يمكن قصين علينا هم، يمكن. انا اقول لك حل جدا بسيط، اخذ اللقاح وده مختبر، قول لهم شنو في هذا ار ان اي ولا بروتين، راح يقولوا لك هذا بروتين. طبعا لا تسوي شيء عشان لا تفشل. انزين شنو يسوي هذا البروتين؟ ليش دخل؟ اخواني اخواتي، عشان اوضح اكثر خصوصا حق كبار السن اللي يتابعوني، لما اقول لكم الام ار ان اي هو الماسنجر، شفتوا كورونا؟ شفتوا لما نشوف صورته في اشواك خضر كذي فوقه، شيء اشواك، ماخذين الشوك هذا نفسه، الشوك هذا عباره عن بروتين، حلو؟ خذوه وسووه حطوه بحقنه. انزين هذه الحقنه وين رايح؟ والله رايح اطعم قربه، طعمت. التطعيم شنو فيه؟ قلنا طبعا حاطين له ماده ام ار ان اي، الرساله نفسها البروتين، زائد غلاف دهني. ليش حاطين غلاف دهني؟ اساس لما يدش داخل عضلتنا او جسمنا يكون احنا عندنا دهون تحت وهذا فيه دهون، فيتحدون مع بعض. إنزين بضاري، هني السالفة. بعد ما يدش داخل جسمنا وين يروح؟ أنا أقول لك، طبعاً ما له علاقة بالدي إن إيه مالك، كلش ما له علاقة، عبارة عن سبايك، عن بروتين. إحنا أقول لك شنو يصير بجسمك الحين. إخواني إخواتي، ركزوا على الكلام اللي أنا بقوله الحين. الناس ما قلنا خذينا اللقاح، دش وين دش؟ بالخلية مالتك. الخلية مالتك شنو فيها؟ فيها الدي إن إيه مالك، حلو. ولكن الام ار ان اي الماسنجر كهوه، ما له شغل بالدي ان اي مالك كلش. وفي عمليات وايد تصير منها اللايبوزوم، ما بيدش بتفاصيل باختصرها، اوكي. بعدها شنو يصير الجهاز المناعي؟ اوه هذا في شيء غريب. زين يمكن شخص يسال يقول يعني يغزوننا كورونا؟ لا، ما يغزونك الار ان اي اللي فيه الجينات، لا، قاعد يغزونك البروتين السبايك، هذا ما يسوي شيء، مو هذاك يغزونك، انتبه لا تطيح بغلط. بعدها المناعتي تتعرف على النوع هذا من السبايك وتحفظه، يصير عندها ذاكره وتلتهمه، بعدها تحفظه 3 أشهر 6 أشهر سنه، الله العالم. عرفتوا شلون سهلتها لكم؟ هذه القصه كلها يا جماعه في معلومة وايد مهمة لابد ان انت سامعها 100% او انت سامعتها. يقول لك انا بعد ما خذيت اللقاح تصدق حسيت جسمي صار افضل ومناعتي احسن. خلينا نتحكي عن شغلات الايجابية. شنو صار معه؟ الحين مو خذينا اللقاح، دش داخل الخلية،
طلع السبايك، منو اللي هاجم الخلية؟ هاجم الخلية كلها مع الدي ان اي مالك، اوكي؟ بس الشخص يقول يستغرب، والله يطق الدي ان اي مالي، انت عندك مليارات بليارات من الدي ان اي، فراح يطق خلية، يعني جزء جزء بسيط لا يذكر. شنو صار؟ بعد ما الجهاز المناعي طق الخلايا، طق الماسنجر وطق الدي ان اي مالك، شنو قام الجسم؟ قام سوالك خلايا جديدة. عرفت شلون شخص يقول والله حسيت صحتي صارت افضل مثلا؟ ليش؟ لان الجسم اعطاه خلايا جديدة. عرفتوا الشفرة؟ هذه. الحين خلنا نتكلم عن اللقاح الصيني. انا قلت لكم اول لقاح هذاك اللي هو الفايزر خلصنا منه، قلت لكم شنو آليته وشلون يدش وشنو يسوي. الحين نتكلم عن اللقاح الصيني، شلون طريقته؟ انا اقول لكم طريقته جدا سهلة. طريقته ياخذون الفيروس نفسه يحقنونه بخلايا كلاوي القرود. حلو؟ ليش؟ عشان يتكاثر، لان سمعتوا انتوا اول فيديو الفيروس ما يتكاثر وما يشتغل الا بوجود خليه، من غير خليه ما منه اي فايده. بعد ما يتكاثر يحطون عليه ماده اسمها لكتون. شنو هذه الماده؟ هذه الماده تقوم تذوب الار ان اي. منو يبقى؟ يبقى السبايك بس. يعني ار ان اي راح، اي ماكو ار ان اي، بس سبايك، بس القرون. عرفت شلون؟ يقومون بعدها شنو يسوون؟ يقومون ياخذون السبايك بروحه ويقومون ثاني مره يحقنونه حق كلاوي القرود. يشوفونه نفس ما ذكرت، يردون ياخذونه يحقنونه حق كلاوي القرود، يشوفونه. اذا شافوه تفاعل وفرخ يعني معناته للحين في ار ان اي. اذا شافوه ما تكاثر ولا ما سوى اي شيء، هني تاكدوا انه هو خالي من الار ان اي، مجرد سبايك، بعدين ياخذونه ويحقنونك، وبعد ما يدش جسمك تي المناعه تتعرف عليه نفس باجي اللقاحات. كذي خلصنا. الله يعطيكم العافيه يا جماعه، لابد الشخص يتثقف. يعني كافي، حتى لو تبي تاخذ الشيء هذا، من تاخذه هذا شيء راجع لك يا جماعه. لا حد يسالني اخذه ولا لا، انا شرحت لك كل شيء والامر هذا راجع لك، اوكي؟ خلي يكون شوي عندك ثقافه، اساس لو واحد تحكي عن بكتيريا او عن فيروس عندك خلفيه، عارف، مو تقول له فيروز فيروس، اوكي؟ يلا تعال 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 تعال، وين رايح؟ وين رايح؟ لحظه، في عندنا متحور الهندي سالفته. خل اقول لكم الحين شنو هذا؟ فيروس بضاري، ندري اذيتنا. حلو، شنو داخل فيروس؟ ار ان اي، ممتاز. شنو داخل الار ان اي؟ في جينات، مثلا في اي بي سي دي اي. حلو، ممتاز. وفي السبايك هذا. المناعه شنو تعرف؟ واللقاحات اللي خذيناها تعرف السبايك، تشكه وتتخلص منه. حلو، المتحور الهندي مو قلنا الفيروس العادي الار ان اي داخله في جينات اي بي سي دي اي اف جي مثلا، هذا في ار اكس في مثلا، في زياده. فالزياده هذه شنو سوت؟ بدال السبايك لا يصير كذي، صار شكله غير. فاللقاحات ما راح تعرف السبايك هذا الجديد، ما تعرفه، فتعرف القديم. عرفتوا؟ بس مع السلامه.